بعطيكم 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 شيء جميل. فعبد الله الروضي اتمنى انك تتعلم. الله يرجعك بس على وقت الايام النقاط. ابو سحاب بعطيكم حاجه، تبون مشتركه ولا تبون كل واحد يقول سالفه؟ لا كل واحد يقول سالفه. انا مشتركه. مشتركه طيب. لا كل واحد يقول سالفه. لا مشتركه. طيب دقيقه، راكان بملحي مثلا نبدا من عندك. متى يركبه؟ متى تغير كاخ؟ سوى زول اخر. اذا غير ثوبك اللي لعب ايام عليك صار ضد الرصاصي عن شكله. استغفر الله العظيم. الحين انت في النص. عندك لعبه. تمام؟ واحد منك رب الكعبه لعبه توي استنتجتها وممكن تكون افضل لعبه في البرامج الواقعيه. في واحد على يمينك واحد على يسارك. تذكر ميزه واحد على يمينك ولا على يسارك؟ وتذكر حاجه ما هي بحلوه في اللي على يمينك ولا على يسارك؟ احنا نستكشف الشيء بس لا تحدد. حلو بس لا تحدد. انا يعني بقول لك حاجه، على الكرت يعني على الكرت على يميني اباض على يساري. تمام على يسارك دقيقه مثلا بس يا اخي شوف اي حد قول لي انا عموما. لا لا ما على ما في احد تلعبون ولا امشي انا فهد انا فهد تقول فهد علي. طيب انا بقول نبي لعبه ولي بصراحه والله انها حلوه. طيب وش فكر فيها. طيب يا كم طيب افضل شيء فيهم تصويره حلو، واسوء شيء فيهم انهم ينامون كثير. اجل انا بجيب على الجلسه بدون ما اعلمكم من. طيب راح اليمين يسار بس الحين انت استنتجتوا ايش؟ انا الايجابي منزل. انا استنتجت ان عباده مصور ايه وانا كثير نو بالضبط بس ما قال بس ما حددت من هو. خلنا نقول عيد يا وليد قبلها كلها سلبيه عادي عادي تقدر سلبيه كلها وتقدر كلها عيدي اي صح لا نبي نصعبها شوي نخليها على جلسه كامله. لا لا عشان احنا نعرف بين الثلاثه. انا ببدا فيكم ببدا دقيقه. طيب لو تخليها على جلسة كاملة. طيب اوكي تقدر تقول ايش؟ بين مسلط وبين فهد. الشيء الايجابي فيكم كذا، الشيء السلبي فيكم كذا، او تقدر تقول الشيء الايجابي فيكم كلكم كذا، الايجابي فيكم كلكم كذا. صح طيب السلبي فيكم كلكم كذا. ايوه وانتم تجيبون منهم كلهم. والله حلقي راح اسمع اسمع منهم كلهم. انت واضح يا وليد لكن فين السؤال؟ بقولها بقولها لازم اثنين. كل واحد منا احنا ونشوف كجمهور. اسمع ايش نسوي؟ ممكن اعيدها ممكن اعيدها بطريقه واحده. هو بيقول السلبيات والايجابيات للشخص اليمين ويسار. يجيبها صح هذا عيدها احنا. خذ النار قول قول. في واحد يجاوب. وليد وليد اسمع. راكان اسكت. راكان اسكت. انا بختار. طبق 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 عمل. ايوه خلاص بختار. صدق راكان ووليد. يلا. خلاص؟ تمام. ايجابي ولا سلبي؟ انا دحين بتكلم. يقدر يجيبها كلها. انت استنتج ومن هو السلبي ومن هو الايجابي. اها. فنان يا اخي. ركا هذا الاول. لا ما انا ما ابغى اتكلم. خلينا نكمل فنان. وش يا اخي علي اسلوب خطي. وليد الثاني كلها يا هو كله. يا واحد كذا واحد انا قلت الاول كذا والثاني كذا خلصت كلهم كيفي كلهم باقي ميزتين يعني شيء ملغم شيء ملغم باقي ميزتين. انا عرفت وليد شيخ سابقه يبغى الجمهور هو اللي يحدد في التاق مين اللي قال كذا مين اللي قال كذا. اي بس انقذتني مع انه مو قصدي. يلا نبدا نبدا مع مسفر برميثا. اختار اسمين اختار اسمين وحد عادي. يلا وخلي الليل بس ابغى واحد ايجابي. خليني اندم اني بديت معك بسرعه وليد. اسلم واحد ايجابي واحد سلبي. ايوه عادي واحد ايجابي واحد سلبي. ابوك وضيبي واحنا نحاول نقبط بس طيب اختار اسم من ون اختار قول لنا حدد اسمي. قول اثنين قول اثنين راكان وزايد. حلو راكان وزايد سريع البديهه. حلو حلو يا اخي لطيف التعامل. الحين كلها ايجابيه. دقيقة حلان كلها ايجابيه. واحدة ايجابي واحدة سلبي. ثبت عليها كذا. السلبية يحجرك كثير. طيب يعني قلنا الاولى ايش؟ سريع البديهة. شكرا. في واحد فيهم. ويحجر كثير في الثاني. طب من اللي جاوب الحين؟ لا كاس واحدة كاس واحدة كاس واحدة كاس واحدة. الاول كاس واحدة سريع البديهة. حلو. واحد منهم سريع البديهة. الثاني يحجر كثير. طيب. لا احنا اللي نختار مين وذا من. حلو حلو احنا نخمن احنا نخمن خمن من عندك. اي احنا نخمن. انا اتوقع اتوقع يحجر كثير. ركان ركان يحجر كثير. سريع البديهه ركان بس لا ما تعلم. واللي يحجر ركان يحجر ركان. انا اتوقع اللي يحجر زايد. اللي يحجر انا اتوقع 50 شيء. قلت الثاني من زي شيء. ها سريع البديهه ركان انا اقول اللي حجر. لحظه لا هنا اللي حجر هنا بالدور بالدور سيد. طيب ليش ما قال ايجابيتين في الشخصيتين وسلبيتين؟ ايجابيتين انا اشوف ايجابيه واحده. اشوف ما في ما حد سريع بديها بس كلهم يحجروا. يلا زايد شباب بدون تقاطع. انا اقول لا لا ما يقول خلاص ما يقول سعيد. انا اقول اللي حجر ابو ملهي وسريع بديها زايد. فهد نفسه مسلط اللي حجر ركان وسريع البديهة
روقي اللي يحجر الركان يصير يلعب بديها زايد. سعد انا اقول فيهم الاثنين كلهم. كحلان انا اقول زايد يحجر وسريع بديها وكذلك يعني سريع بديها ركض. لا هو اختار واحد واحد ما اختار ما في تكرار. زايد سريع بديها ويحجر. برافو. طيب سعيد ابو ضهير انت نفسي كي قاعد محلوق وملمس خلاص اخي قوم يا ايه طيب غير كاب غير كاب تقول لك كاب اختار اختار اثنين. طيب تقدر تجاوب من اللي تقصد؟ جاوب جاوب انا بجاوب انا بجاوب. سعيد ابو ضهير اختار اسمين. انا لو اني من وائل اللي بيختار يختار اثنين قريبين من بعض مره صح. لا يحط فرق شاسع صح. تدري ليش؟ عشان يتوه الراقي. بنخليك بعد سيد عشان تعتاد. يلا سيد حدد الاسماء بعدين ولا حدد الاسماء الحين اول شيء. لا بعدين اقول لكم لازم اول ادري ادري بس بعدين اذا جاوبت اقول ايوه جاوب كيف من حقك. طيب مكان بين الناس كيف حد طورت. طيب عبد الله الراقي وفهد. طيب فهد مفارع شيء ايجابي وسلبي. عطنا الشيء الايجابي في واحد منهم. اعذروني انا بدي الحوار عشان يلا يلا الجديه فلاوي واضحه واضحه. انا اتوقع الجديه عند عبد الله وفلاوي فهد فرع. ما اقول الله فلاوي الفلاوي لا ولا ايجابيه جدي جدي يا زاي. انا اقول انها مثل ما قال شباب فلاوي جدي وهذا جدي بس ما هي سلبيه الجديه. انا اقول انا اي انا اتوقع الفلاوي عبد الله الروقي والجدي عبد الله الروقي خلاص هو يتوقع بس ما يشوف من الصفار. الفلاوي عبد الله الروقي والجدي فهد. وانت الفلاوي فهد وجدي عبد الله. ها وانت سعد؟ كلهم جديين كلهم فلاويين. لا لا الاجابه هذه لا لا جاب جاب شباب شباب تروح لنا في عابر 11 اذا في زي كذا جو اجل بالماسين اصلا. شوف شوف واضحه يا اخي حتى عبد الله ترى فلاوي بس ما قلنا جاوب لا تبرر نفس الشباب. ايش تتوقع يقصد؟ هذا فلاوي علمك رايي وبطرحه يعني عبد الله الروقي احيانا فله واحيانا جد. لا لا اختار هو ايش يقصد مو انت تقيم بعلمك. هو انت تكلم على فهد فلاوي وعبد الله الروقي. هو عبد الله الروقي ايوه عبد الروقي جاوب عني سعد خلاص نفس الشيء. طيب سعيد ابو ظهير ايش اجابتك تبغى تقولها؟ عادي ترى اقدر اقول في اسم واحد. ايوه قول اسمهم من الجدي ومن الفلاوي. اقدر اقولها في اسم واحد يا سيد. يلا انا بختار سيد هذا قول بقول هذا جد. طب اقول لك شيء سعيد عرفت عرفت ما في سلبيه يعني. طيب اسمع انا انا بتعمق. يلا عبد الله الروقي انا يعجبني خلينا نسولف دقيقه. انا عبد الله انا بعد اثنين اجابه اثنين بيأذن فجر. عبد الله يلا يلا عبد الله صدق قصدك اختار وليد علي الكلفي. يلا مبهر ملول. يلا انت من هو المبهر من الملول؟ فنان مبهر ملول المبهر ومن هو الملول؟ تكفى توني امدحك فهمت اللعبه عبد الله فنان واختار اسمين ما في ملول اختار خمد تتوقع انه يقصد عبد الله يعني ترى ما لو تقول وليد حتى لو خمد المستثمر وليد مبهر يعني فكاهته. طيب كيف يونا انا والله ما ادري ايش بالضبط اللي ملول يعني يطفش ملول, ملول, ملول يطفش بسرعه. انا بالنسبه قناعاتي غير بس كتوقع نيه عبد الله الروقي انه يقصد ملول وليد مبهر علي مسفر سعيد الملول علي وليد والمبهر ركان نعطيها وضعيه ابو شاب اشبك الجواب تم ينطبق على الاثنين لكن مبهر ملول. يلا فهد وليد مبهر ليش انبسطت؟ علي ملول. ها ملول يا شباب ملول, ملول يعني ملول انا اعرف انا اعرف وش تنطبق عليها الملول وش هو؟ ومبهر انا اعرف ليش حطيت انا سام ملول اكثر سام ملول انا اعترف الشيء الشيء انا بعد ملول ملول بشكل جدا اي بس انا بحطك ما تتفق مع الثاني في الابهار. سعد نفس ما قالوا كحلان مبسوط ملول مبهر كحلان سعد كحلان ملول مبهر
ما ادري انها افضل من ملول. طيب روقي تجاوب السالفه. لا 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 تجاوز يا ابو، كلكم مبهرين وكلكم ملولين. لا لا ابو شراء صادق. من انت؟ انا اقدر اقول، انا اقدر اقول، انا اقدر اقول. ابو شراء يعطيكم النسب. من تشوف فيه ملول، من تشوف فيه مبهر؟ دقيقه عبد السؤال وش اصلا النسب وش؟ من دون نسب خلاص، بدون كلام الا بالجهل. من دون تقول من دون تقول شو السؤال؟ عوضك والله ما هو انا اللي اعوض بدون على خشمي. النسب كلهم متشابهين عندنا بالضبط، بس ابهار علي، ابهار علي افرق وملل وليد. انا من الناس اللي يمل بسرعه صراحه. انا بس في السؤال امل بسرعه. خلينا كذا توك ملي. هات السؤال انا اعلمك وش هذا. طيب لا انا ادم طيري. هذه عبد الله الروق قال في شخص ملول وفي شخص مبهر فينا، وجابنا بالاسامي، وجابنا بالاسامي انا وعلي. من تتوقع الملول ومن تتوقع المبهر؟ ايه ريا كذا في مدح للبع يا حبيبي. في شيء ايجابي وشيء سلبي. يلا 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 بختار. شوف دقيقه، في واحد يهد. تعال اصبر اصبر فعل اسكت. للامانه انت مبهر ملول، ما احسك ملول نفسيه شوي. ايه يعني ملول ملول اطفش بسرعه. تي تطفش انت تكتب بصيرك فيه. طيب وانت فصل علي وين لك؟ لا تنسى، لا تنسى انك جيت تجيه بسيلفر جفت وتشرح عندي. لا تنسى. اي والله يلا اعجل. طيب دروقي انا ملول ولا مبهر؟ ملول ملول وليد. انت وانت مبهر. انت خادم طيري. اسمع اختار سعد غرمول واختار وليد. عين خير كذا اللعبه. كيف بكيف انا جبت شخصيات قويه. وليد من؟ انا وليد صح. وليد وانت. طيب ايجابي وسلبي. لا تخونكم فرصه يا عيال. صريح ما عنده واحد اثنين. غامض. الله لا يوفق، الله لا يحييه. جابوا الواحد. لا لا بالدور بالدور روقي بالدور. انا اتوقع صريح. دقيقه صريح. خلي خلي الجواب من هناك. من وليد؟ وليد تمشي بسرعه لان هنا هذا مجامل كذا علي. انا وغامض. انا ما اخترت غامض وصريح ترى كلها زي بعض عكسيه. تمام. انا اللي اقول انه صريح. نعم. وليد صح. وليد صريح. غامض سعد. وين غمضت فيه؟ يا شباب اسكتوا. انت وشو؟ صريح غامض. صريح وده غامض. صريح سعد والغامض ابو قشره عناد زايد. اشوف ان الصريح وليد في الشخصيه وغامض ابو انا اشوف اللي يقصده هو ولا هي ما هي بصدق يعني. يلا يا ترى ما كان بيقول غامض، كان بيقول متردد. اي متردد. انا اشوف انا انا اشوف سعد صوت هيا خلنا نسمع. سعد صريح ووليد غامض. راكان وليد صريح وسعد غامض. مسلط. لا وش دخلت سعد صريح بس عطني زي كذا وبس. روقي سعد صريح وليد غامض. كحيلان لما بحكم اني عايش مع ابو ناصر شهر كامل اشوف انه صريح وانت الغامض. طيب احمد العوض. والله للامانه كلكم صريحين لان كلكم عشتكم عشان. طيب اوكي تقدر تجاوب؟ وين؟ تقدر تجاوب؟ تبغى تجاوب ولا ما تبغى؟ انا عادي بس لكن في ناس ما شاء الله عليهم لانهم عاصروا الشخص هذا وعرفوا انه صريح. صح. وفي ناس ما عرفوا هذا الشخص لان داروا ان هذه شخصيتها الغامض فتحفظ على تحفظ على الاجابه من حقك. لا لا عادي والله مسبه بس اني عرفت صح. انا ما اخطيت كذا. انا كذا اللهم لك الحمد الفجريه هذه. طيب ان الكثير قال ان هذا الشخص صريح صريح عنده ابيض ابيض اسود اسود. طيب حلو. والثاني ترى سعيد يوم قال جدي ترى اقصد له سابقا. لا انا اقول كشخصيته اي في السابق هندام ما دخل زايد بن سابر. صوت يا شباب زايد بن سابر. اختار شخصين وشيء ايجابي وشيء سلبي. طيب اخبركم علي 300 واحمد عوض. يلا شيء ايجابي شيء سلبي. زايد بيوصل لعبه عرفنا على طول. اي بيوصل لعبه. طيب لا هو بيوصل لك بس تعال سريع سريع. ها خط الرين يجي دور فهد فارق. خط الرين. ايه لولا انا كنت حاس شفت كنت اسكت علي قضيه واحده خط الرين وتروح الرياض. قضيه قضيه جاي خط الرين وتروح الرياض خلاص غامض. صل على النبي بدل ما خط الرين والله لا اقول ركز هذا يا رجال ما يسمى. لا لا هذا ما يسمى. والله غير امزح معك ارجع. احمد عوض وعلي الكلفني. يا لا تشتر صريح حلو لازم يسمى كذاب. لا ما كذاب مخادع ما تعرف له. واحد صريح واحد ما تعرف. يا سلام مراوغ وصريح. مراوغ وصريح انا مش انا صريح. طيب بعد احنا خليني ابدا من انا. ابدا لي طب هذا صريح هذا مراوغ. ابدا من انا مراوغ شخص انا ما هي بسبه ما هي سبه هذا صريح هذا مراوغ.
نصاب. هذا احمد العوض صريح، وهذا علي مراوغ. صريح مراوغ. مراوغ هي سبه روش. هذا مطيري. هذا قلبه طيب. هذا الصريح، هذا مراوغ. يوم كذا يوم كذا. الحمد لله. كم كم مراوغ مصلط؟ كنا شفت بين برنامج يا رجال. الصدق الصدق انتم في اعلام. صدق يا عيال، تقبل كل شيء. 300 صريح احمد مراوغ. يا سلام روقي. المقارنه صارت هنا، هذا الصريح هذا مراوغ. صحيح. هذا الصريح بالاسماء يا عيال، بالاسماء. احمد صريح وكلكم ومراوغ كبير. يلا هذا الصريح بحكم اني عايش معه كثير. هذا صريح هذا مراوغ. طيب اوكي، تقدر تجاوب يا زايد؟ جاوب يا زايد. خلوها. لا ما كيف حق اكتشفت يعني. اكتشفنا والله، انا اكتشفت صراحه. طيب حلو. راكان بملاهي. ما شباب لازم تعلمون حاجة واحدة. الإعلام تقبل أي سؤال يجيك. راكان بملاهي. خلاص أنت شاطر. أي إعلامي. من حقه من حقه. يلا. راكان بملاهي. فهد. راكان. أدير. راكان بملاهي. والله ما قام بشيء هين. والله شوف أنا عندي أسماء واجد صراحة. أنا أشوف أجيكم في الجلسة. اي بتعمق اصبر. هذا خط الرين ما هو اجلد. طيب شوفوا بطلب منكم طلب. اللي بيجاوب بدون ما يبرر ينطل كلمته. يا سلام. حلوين؟ يا سلام. حلوين؟ حلوين كلكم؟ طيب شو كلكم خبطتكم طونكم؟ صح. طيب. راح يا ولد راح مرة. أنا حسيت أنا متضارب. أنا الأول مختارك حيلان. حلو؟ ترى ما فيها زعل يا عيال. الأولك حيلان بس أبي شخص ثاني متفاوض أو قريب شوي عشان أقدر أضرب وبدون ما حد يدري، فاهم؟ حلو. روح. أنا فداك طبعا. لا أنت أحمد توك طلعت، أنا أبي واحد ما طلع. سعد طلع، عبد الله طلع، مسلطن طلعت. لا بس هو اللي اختار مطعم راكان. حاول تستعجل تاخر. اي دقيقه بشوف يا ولد. عادي 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 حتى ما اطلع. راكان قلت ترى احنا محل بالدروات. عادي 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 تكرر شيء انك فكرك توصل. هذا من الاعلام فيم. عندي فكره. يبي يوازن. اي ابي اوازن عشان ما حد. يلا ولد انت مشكله، انت مع نفسك انت. سعيد ابو الغير ما طلع. سعيد ما طلع. خلوه يختار. طيب دقيقه اختار كحيلان وسعد الغرمول. يستاهلون والله. خلاص حلام سعد الغرمول لانهم مع بعض. اختيار قوي. طيب صفتين لازم ايجابيه وسلبيه. بقول لك شيء، اخذ راحتك ما في زعل مره، صح ولا لا؟ اكيد مره. ترك حلام لقى عند السياره برا. ايش قلت اول؟ قبل عجر او لا يقف عند الباب حق السياره تلقى جرد. فهد وحسام برا. لا طيب اقسم بالله العلي العظيم نسيت المقارنه الاولى وش كان بقولها، هي اللي كانت في بالي. لا اله الا الله. اجر اذكر الله. لا طلع ما انت والله ما رد الله اللي تقوله. انا ما له دخل. تقوى بعدك. تقوى معودات. تقوى بعدك. يلا ركون. انت وحده. حامي. ابى اجيب صوتهم مشتركه يا اخوي بينهم. عادي يجيب اي شيء. طيب. شخص. شخص يا طويل العمر السلامة منهم ذكي وشخص يتذاكى. والله يحييك. يلا وليد من عندك. والله اللي ضربها. والله يحيي عدوك صدق. والله اللي ضربها. تري صحيح. تبين عادي الجواب مفتوح عادي. انا قال لك ما حد يبرر يا عيال. احد يبرر. انت على طول هذا الصلب الموضوع صح ولا لا؟ اي ومن وجهة نظر كل واحد عادي. والله العظيم متقبلين. يديك بمعنى ايش؟ يا الله يمكننا ذكي يصطنع الذكاء. لا لا مو بيصطنع يصطنع الذكاء وممكننا ذكي. يديك يا ركان واضحه. يديك يصطنع الذكاء يا حبيبي. يديك هذه يديك. لا لا دقيقه انا اللي قايلها صح ولا لا؟ انا قلت لكم لا حد يتبرر صح؟ خذها مثل ما اعطيتك اياها وخلها عليك يا اخي. حالاتها تدري وشو انك تنطق كلمه غامضه صح ولا لا؟ يديك يديك. اوكي بجاوب. غرمول ذكي كحيلان يديك عندك. غرمول ذكي كحلال ذكي. يا ما شاء الله غرمول كبير. كيفكم يا عيال؟ غرمول ذكي وكحلال ذكي. بالنسبة لي معاكس الوجه هذا بكم. كنت حاضر. حلال ذكي غرمول الذكاء. سعيد ابو ضيف. تقصنا معي زايد. ها شو تكفهم ها؟ يا عيال لا حد يفهم. لا اي حالاتها كذا. انت بتقول عشان تبي تقول نفسك. يا فهد دخل بمخي فهد. قلها عادي قلها يا فهد. يا انا بقول كحلال ذكي وسعيد الذكي. ممتاز. هاي فهد. قل لي تبي يا فهد. سعد الديكا. طيب
وهنا اللي ورا ذكي يا ولدي منك انا بيني وبينك الله هو اللي دخل انا شفت قام على زايد درتني الان تذاكا طبيعي انا داري بإجابة والله حلان ذكي وتذاكا بس هنا ذكي هناك تذاكا صح احمد والله الناس صدق ارجع يعني عشان ايه والله عشرت انقل اقسم بيت الله والله صفقنا مع بعض هذا ذكي وهذا ذكي والله العظيم ما اقدر انسى طيب خلاص حلو 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 احمد قلت اسال احسن امك والله ذكي يا طيب انا عشرتهم يا اخي طيب يعني لو تسالني مثلا بين فهد وفهد ذاك وهذا ذكي خلاص خلاص عندك اجابه اللي حضر الحفل ذاك اللي ويلك طيب بعد دقيقه خليني بقول اي بقول من ومن اي بقول من وجهه نظرك عادي ايه سعد وكحلا والله العظيم ما ادري ايش صفاتهم ولا عاشرتهم ولا اعرف شيء من عندهم يعني معكم بكل امانه صريح بس اني حبيت انطر شيء غامض عشان نحاول نحلل الجلسه هذا ما يطول في الاعلام ذا كمل يا اوكي يعطيك العافيه والله اعلامي انت يا المنمر اشكرك سعد الكلمه وش اسوي طيب والله ما اعرف شيء منهم خلاص كل ما بلعب الكلتني قلنا ما بيزعل لا هذه اخر شيء في الطلعه ها نور الطلعه ما يزعل سعد القحطاني سعيد ابو ظهير سعيد ابو ظهير واضح اني متود ابو البنات سعيد ابو ظهير مصمت حلو حلو اسمين جديده لطرها مس في الوين يا عيال متصنع على السجيه جاب على يلا وليد نبدا من اليسار يا ولد هذه قنبله اعداد روح تفضل عادي يا عيال اللي ما بيلعب يطلع عادي جاوب امزح يا اخي غير سعد الغرمور اجابتك تجاوز وليد من المصنع عمل ذكي لا تاخذ اجابه لا ما قلت ليش يقولون بنمشي لا ما قلت لا ما قلت لا لا تخرب اللعب متصنع عادي والله لو سؤال جاوب لا اله الا الله انت كذا تخلينا نقول فلان متصنع هو مو متصنع واجيب شيء صح فيه عنده سؤال ما تبغون تجاوبون سعد صلاح محمد ما تبغون تجاوبون جاوب الفكره انك تتوقع اللي يقصده علي بس فهمت عادي انت فعلا من وجهه نظرك اي انا قلت انا صار وجهه نظري كذا قل كذا انا عندي السؤال الجواب والله ما ضربت حساب عندي الجواب عندي الجواب عندي عندي الجواب فهد شباب دي لعبه عندي الجواب خلنا نجاوب بالترتيب لا تجاوب خلنا بترتيب بترتيب خلنا نجاوب بسرعه انا بالسريع نظرك علي احمد لا تقول عزاز نظرك اختار احمد والله انا شوف احمد اختار اختار وش يقصد علي الكاظمي ايش يقصد احس يقصد ان مصر متصنع وسيد على السجيه تمام انت انا اشوف ان يعني ما اقصد يا كلكم قولوا مصر هو هو ايش يقصد لا والله كلها ممتازين طمرني راح ما هي والله لا جاوب طيب كذا جاوب لا دخل ما له دخل داري النصر ده بينزل زي السياره حلال في سؤال وليد وليد سؤال واحد وضح لهم انه يرب يرب انا متصنع طيب على ربع اللعبه اللعبه وما فيها انا بحلم اي بحلم شباب نمون على بعض اي والله الله الذي لا اله الا هو والله ما لعبها انا مش بالعكس محبه يا اخي يا شباب انتم اغلبكم بالعكس اللي يقصد عجيب اللي يخلي فيها علي تحطها فيها اخي انت فسرها من وجهه نظرك انت يعني انا اقول لك قبل شيء ذكي ومتذكر كلكم ترى نفسها نفس الجمله بس انا جبتها صريح وش يقصد عبود بس اسمع اسمع هل انت تحسن فيها يلحق احد منهم شيء لا ما حد لحق منهم شيء يا عبود انا ما ايش يقصد حلو يا ريت يقول انا اول مره جبت يقصد علي مين يقصد علي متصنع سعيد ابو ظهير و سياره مسلط مسلط على السجيه على السجيه سعد رتويت اعتقد انه يقصد كذا ان سعيد متصنع وان مصطفى راقي لا احنا نبني على نيه سعيد على سجيه ومصطفى متصنع هذا نيه فهد طيب طيب افري صحيح انا بعدك وري والله اني على سجيتي ريجي والله انا سجيت والثانيه فهموها ما اقدر اقولها والثانيه كلكم نظر فهموها الذكاء عندي انا طال عمرك عاد المشكله ما اختار الا اثنين اللي كلهم على سجيتهم اي أيوة والله والله انا الصدق اثنين على سجيتهم صدق أيوة ذكي ترى ذكي انا كم مبهر ترى ادري انا اقول لك ذكي ويتذاكى نفسها بعد ابا بس انا اقول لك على سجيته على سجيته أيوة متصنع متصنع لا يا كذا كذا سجل على سجيته كل اللي انت قلته ترى في خطرنا كله طبعا الاعتقاد شخصي غير اكيد هو أكيد. وعليه صدق اختار كل اثنين كلهم شخصيات صدق على 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 صح لكن انا اتوقع ذكي ان علي بحكم انه ما يعرف مسلط يقول متصنع فاتوقع ان مسلط متصنع صح وسعيد لا بس انا اعرفه من زمان اعرفني
لا ما اعرف احنا ب20 كم طيب. تتوقع فهد فهد طيب من الحين متصنع من خلاص فيني اتعلم يمكن اتوقع علي يتوقع ان وسط المصنع ذا اللي يلا طلع نفسك بالسالفه متصنع احيانا ذكي على سيدي يا سلام انا ما سبيت ورب الكعبه انه صدق راكان نختار اكثر يمكن اكثر اثنين على سجيه صح صح ما اخبخ على اختيار علي طعونه بيقول ان طب انا بقول لك شيء وليد وركان وليد وركان ليش طلعتوا اول كذا كلكم مع شباب ليش قلتوا انتم طيب خلوا يجاوب خلوا يجاوب ولا تجاوبون انتم الاثنين لا جاوبوا في الاخير جاوبوا لا جاوب في الاخير جاوب بس انا بدي اسال علي مصلط هذا المتصنع هذا ايوه في عقل علي اما احنا في عقولنا لا بدا رب الكعبه انهم كلهم ايوه طلعوا عاد انهم كلم لا تقول كذا كلم هذا المتصنع الحين في قبل ساعتين انا بختار اثنين انا بضربكم السياره ساعتين ها متصنع بقوه طيب رايك رح ترمع عاد ولا شيء بقوه ما في ها تذكرت هذا اسجيته اوكي خلاص حلو 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 شوف شوف انا انسى كل ابونا نسوي ريتويت الافضل كلام كلام زايد بحكم ان علي يمكن ما هب على مقربه منهم كثير خليني اتكلم دقيقه خليني اتكلم علي كم كمي عندك عندك جاوب عندك اختيار ايش تبغى اسوي عندك ولا ما عندك انت ليش كيف اختار لا اختار ياكم من نظرتك علي علي يعني علي بحكم نظرتك يلا من باقي بحكم نظرتك والله شوف انا اقول اتحفظ اتحفظ كيف يعني لك ليه غيرت نقول احنا ما نقول انا ما اسوى طيب دقيقه دقيقه من حقك تقول اني انا مثلا غيرت النظره ان كلهم على ما غيرت نظرتي اكتشفت كيفي وابغى نفس الاجابه بمخي وليد وليد تسمح لي اسمح لي اسمح لي ابغى اختار اثنين والله إنك والله ان كلكم معنا لا 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 طيب نبدا من عند مين من عند السؤال لا مو كذا يعني لا لا عادي عادي ما نعرف شيل العلم انتم جديين ساعات ربينا اني ما حقوز فيكم تطلعون يا ريتين لا ما في اثنين ثلاثه ما في يلا اختار من شخص واحد لا تنشبونها في صفاء اقسم بالله لا تروحون لا تروحون طيب ما يروح سلك شباب انا والروقي شخص يحقد وشخص ينسى ينسى شخص يحقد وشخص يسامح وشخص يسامح يلا لا ما اقدر يا اخي عادي قول والله ما حد بيه يا علي طيب علي علي, علي انا مسامح علي انا مسامح خلاص والله ما في يلا ما في طيب مو صح كمل كمل عادي شخص يحقد طيب اوكي ترى علي كلنا نجاوب مليون يسامح يحقد حبيبي والله من حلال هذا عشان يسامح يحقد حبيبي ما في سرعه ما في بجاوب انا بفكر بفكر شوي انا بضبط في عقلك حلال في مواقف حصلت قول على نيتك حلان على نيتك حلان يقصدك حلان في بالي ايه عبد الله يحقد ون وليد يسامح سعيد ترى كلنا على تفكير ها يا ويلك حلان يسامح يحقد يا سلام ركان على تفكيرك حلان يسامح يحقد يا سلام فهد وضحت لي انا يسامح يحقد يسامح يحقد مصلط على تفكيره هو ها واللي في راسه وانا ما ادري كيف الطريقه يسامح يحقد سعد كلهم قالوا كذا فخليني معه لا ما بكلهم لا 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 يسامح يسامح يا هلا لا انا لا انا ضد انا انا قلت هنا ما فيها شيء صح بما ان زميلي لا لا مو بفني زميل لا خلي زمان خلي زمان حتى لو زميل ما عندي مشكله انا ثقتي بنفسي عاليه تنادوني مسفر يسامح يحقد عودتوا علي يعني
يحقد يسامح. لا يلا كحلان مساعد حلان جاوب انتم ما تجاوبون احمد احنا ما تكلمنا عن الفخطر لا عارف تكلم عن الفخطر وفطرنا كلنا من اللي يحقد من اللي يسامح اسمع حد يزعم من طلب ما حد يزعم عساق اي والله ادري انه بيقول طيب عارف الجواب لا 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 ما اقرب شيء يعني ما هي سوالف انا والله ما جبت لك اياها الجواب كله على فاضي ما كذب فيد ولا انا عاشرت عبد الله الروقي انت عارف ولا عاشرت وليد قشران وليد قشران الا امس طيب كيف تبيع لحكم ولا ادري انه يحقد ولا ادري انه يسامح عارف الرجال انه سموح صح دقيقه دقيقه حلال ما بيعني على حلال حلال حقد على الجواب كذا دقيقه بس اضرك انه هو اقعد لا علق علق لا قول قول انا باصل دقيقه خلينا نتكلم اقعد دقيقه بلا طرف 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 دقيقه 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 يعني يوم اخترتك واخترت سعد انا ما اعرف الصفه هذه ايوه خليني بكمل خليني بكمل باقي 10 دقائق باقي 10 دقائق خليني بكمل خليني اذا على كذا على المعرفه اذا على المعرفه اذا على المعرفه اخي مجد بدر وليد سامح وعبد الله يحقد مثلا انا بس ما كمل خليني بكمل وراح تفهم دقيقه تمام انا ما عايزك الرجال زين ابد الا البارح ولا ادري يحقد بس كذا حطيته وشو لغم ليه تقول انت لا غلط غلط انت كم انت ولا من قبل لا لا غلط اللعبه غلط قلنا شيء ايجابي وشيء سلبي في الاخر فعلا ما هذا ما هذا موجود ما كنت موجود حتى انا ما عندنا مشكله مصر طجبلي اختار من تختار لا وليد دقيقه عشان ما تفهمني والله ما اقصد انا اللعبه افهم غلط يا حبيبي يا ترى اللعبه ما فهمناها وليد وصلت ارحب اللعبه طب اللعبه ما فهمناها ولا تجيب شيء سلبي في الشخص فعلا لا تحسب عليك هذه شفاه بدون مجامله والله اني شعللتها بدون مجامله مصطفى عارف شو في حركه التفت وراك مصطفى بدون مجامله ما كامله هي حلو يا شباب ما عاد في وقت 10 دقائق نبغى نختار الجميع مسفر فهد سعيد ابو ظهير امنعني منك اختار لي واحد زايد بن شاب حلو حلو اثنين والله اني احبهم ها اثنين احبهم كلكم احبكم انا طيب عطنا ايجابي سبب احبكم انا من معي كلكم انتوا ركن بعد انا ركن مغرور المجد مغرور وفيلسوف لا هذه مدح ومسبه نبغى مدح لا هذه كلها مدح هذه كلها لا كلها سبه لا لا مغرور هذه كلها سبه غير واحده غير غير نيته طيبه يا مقال غير فيلسوف لا مصرط مصرط لا غيو نفس هذا عطنا مدحه مغرور والثاني خلها مغرور وتواضع يلا بغير فيلسوف متحدث متحدث لا انا ما اعرف ما خطا وليد ما مدح متحدث صفر انا قائم خلينا نقاض مغرور الجواب ايوه حتى حتى المسبه مغرور حلوه بعد مغرور حلوه ما هي بشيء شوف الرجل صمخ وذبحوا ذبيح مغرور متواضع لا خلوه يحط على كيفه خليه يجيب صفتين صفر غير الصفتين تكون ضد بعض اي خلوه على كيفه يا حبيبي الشخص الثاني اللي بالك جيب احسن ميزه له لا لا خله دقيقه حقات مصرط كيوت اذا اللي ذبات هذي مغرور وش اسمه هذا نفس الغرور يحطم جسور الوصال انت صاحي انت كيف الغرور يحطم جسور الوصال يا عمي عيونك ترى اتوقع انك ترد ببيت مغرور متواضع متحدث يلا مغرور مغرور متواضع مسفر برميته الله لا يحييك شفت المتواضع هو من حيث انه يمون على ابو صابر لا تبرر ما نبي ذي ما نبي انا بالنسبه لي لو كنت تكون مغرور ترى عادي وانا بالنسبه لي قبل لا اتكلم مسفر ما برر انا مسفر صار في ناس وراك قبل لا اتكلم انا ترى في ناس واجد قبل يعرفوني يشوفوني مغرور وانا عادي رتويت يا ولد على طول على طول صرع مغرور تاخر فيه اتوقع اقول لكم شيء والله يا اول والله يا اكثر واحد يتهرم الاجابه هذا يدعي المثاليه ايوه جاوب خلاص لا 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 وليد ما له دخل يا ولد جاوب انا اصلا طيب انا بجاوب انا بجاوب خلك مسفر يلا جاوب مسفر عادي مسفر على نيه مصلط هو نيته هذا متواضع وراكان بن ملهي مغرور يلا كمل مغرور متواضع يلا بسرعه وليد مغرور لسه مين زايد وليد مين راكان قصده راكان شوي عشيبه القلوب القلوب يلا مسفر مغرور برجع عشان تسمع شو مغرور مغرور متواضع مغرور متواضع اضرب من بعد قول فلان مغرور مغرور متواضع طيب يلا والله من صدق يلا يلا سعيد اكثر واحد جاوب صدق والله صدق سريع يلا سعيد يلا ابو ظهير بس بدون كوع تكفى اقل بدون كوع جاب الابهام بعينك دخله في عينه متواضع مغرور فهد خذا اسمع مغرور بشعره بكاريزمته الله خلاص قلب تواضع
مسلط راقي مغرور حلو متواضع مظلوم متواضع مغرور حلو والمتواضع يلوموني انت متواضع خايف فايز يلوموني متواضع مغرور كحيلان مغرور كوزما متواضع الحمد لله عوض كوزما حلو كلمه قلتها قبل تقول اني متاسف تقول دقيقه يا اخي جاوب اكملها مو احد يبدا المثاليه فعلا زي قبل شوي نصهم صادقين صدق معك امزح معك مغرور متواضع خدام هذا وخدام انا اشوف ركان مغرور والله ما هو مغرور بس شوف الغرور يلا وليد يلا هذا لعبه هذا وليد اشوف زايد ما يسبك والله ما هو مغرور مغرور بلطافه هذه انا اخترت بس وليد باقي اختار والله واحد مغرور ايش والله انت اختار جاوب جاوب مزاد مسلط لا بتجاوب خلي جاوب مسلط بتجاوب جاوب انا ما طلبه بتجاوب انا بجاوب ايوه تحفظ على حسب ولا الطفه متواضع مغرور يلا خلاص احسن واحد انا جاوبت صح انت انا جاوبت صح فهد بن فارس انا فهمت اللعبه هذه لعبه والله مغرور لا لا اختار اثنين فهد الا صح قال مغرور متواضع مغرور اثنين وليد جب شيء كايت هاي اخترنا انا عبد الله فريدي الله يستر عليه عبد الله فريدي تعرفون ايوه رزال المشكله نفس الصفات ترى عادي تختار سيف وذا برا لا 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 ما الجلسه يقول منفي انا شنو ابدي كله هذا مطيري لا لا كله مخدر العوض لا عادي حد حد عادي اخترت انا احمد فهد جيب اثنين حتى لو اختاروا يا اخوي انا مرتين ترى خمس دقائق وانت انا بعد ثلاث مرات عادي اختار الصفات يعني ما شاء الله اختار لك انا بما ان يشبهون بعض انت خليهم زايد روح فهد انت ضربهم مسلط وزايد اي ودي يلا ارمي ودي ولد كيف الطريقه يا المظلوم انت ابغى صاحب لعبتك وش وليد هذا لعبه وضرب اي انت اللعبه يقول لك اللعبه احس فهد يجي مصر لا والله حلوه والله انا طلعت على بالي والله ما ادري مكتبي هذا دخلت اسمع اسمع مكتبي بوش العيال فهموها خطا ترى اللعبه ليه ما كلكم كمل كمل انا والله ما حضر كان فاضي ما حضر من اخر المكتفي محتاج مكتبي محتاج فيش طيب شو فيش يعني مكتفي فل تقسمها في راس طيب يبدأ مسفر يبدأ مسفر من المكتفي من المحتاج فيش عاد لا ما تصل من المكتفي من المحتاج ما حد مكتفي كلنا محتاجين نضف فهد لا في شيء ينطبق على المحتاج زايد مصاب زايد يبيكم محتوى صدق والله أنا أقول من قلبي يبيكم محتوى على عرف محتاج ومكتفي محتاج يقول مصاب محتاج وزايد مكتفي أنا أقول مصاب مكتفي وزايد محتاج يلا مكتفي محتاج يا يعني مو بالحاجه اللي انتم خابرين إيه انا عرفت ماكس عرفت ماكس لا 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 احنا ايش مع الفلوس ندري لا لا فلوس محتاج بعد كلنا محتاجين انت تتكلم انت محتاج مكتفي راكان محتاج مكتفي محتاج ومكتفي ذا انا على خاطر فهد مكتفي محتاج سعد انت بتجاوب روح بتجاوب بعدها جاوب بتجاوب انا لما اوكي خلاص معلش تمثل عكس محتاج باللي في بال فهد اللي في بال فهد مش اللي بال فهد انا معرفت بال فهد كله عشان قسمه باللي في كله بس قعدوك طبعا مكتفي تقدر تقول مكتفي ابداع تقدر تقول محتاج ابداع تقدر تقول مكتفي مثلا هذا سلام طبعا الشيري راح احييكم زي الشيري بتبين بتبين المكتفي وش خلفه ما كذا انا اعرف كيف اجيبه صح شو اسمه سعد مكتفي خلينا نقول مكتفي لا 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 تفند خلاص مكتفي محتاج يلا ايوه والله محتاج شيري يا طيبك والله شيري ترى جاء دوري يا عيال اي بس سرعه جاء دوري انشب الدنيا هذا ما حد خلاص بس هات يا كنترول ابابا الدنيا هذه يا جماعه الخير ما حد مكتفي كلنا نطلب عند الله اخر البث خلينا نتكلم عن الوقت من المكتفي محتاج كان الله احمد العوض اجابه مكتفي محتاج مكتفي محتاج احمد العوض ترى احنا على نيه فهد مكتفي وزن محتاج وزن كذا انا اعرف كيف العبها طيب حلو على لباسي يلا يبقى الوزن شوي زايد ايه مكتفي محتاج شلون فيش صح ما ادري هذا حمود صح عليه انا حمود زايد مكتفي وصلت محتاج هذا ترى احد باقي يبغى يلعب فيكم وش دقيقه سو انا ما يا رجال يا رجال احمد بس ولد اصبر دقيقه ابي وليد انا اختار شخص انا هي لا مين شخص انا بس ابغى اعرف وش يلا عشان فهد انا بختار عشان قلت وليد اسمعني اختار لا تقولها اختار اثنين بختار جاب ثلاثة يلا دقيقة يلا حلو 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 حلو
انا اي انت ملحق اي هلا فهد وليد عشان مختار المليون وليد يا اخوي فهد ووليد طيب اسلم عشان مختار المليون ايه شو بيجيب الغايبه جيب اشياء توه ما بيجيب الغايبه كذاب ومجامل اه مدوم تقول كذاب جاي اوريكم كيف من اليوم تعتقد انه كذاب وصادق وش دخل مجامل لا 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 كذاب بعيد كذاب يا كذاب على طول مجامل يجاملك يسلك مجامل صادق طيب قل مجامل لا 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 صفة كذاب ما نبيها لا مجامل صريح صفة كذاب لاني ما راح اختار لا وليد خلتوني مغرور والناس كامل جت على كذاب مجامل وصريح زي هذا انا كنت مغرور هذا والله ولا في واحد يسمح لي طيب مجامل يا اخي على اساس ان احنا قلنا صفاتك يعني جاب رجبير شخصان هذا خلاص مجامل وصريح ها مجامل صريح هي مجامل وصريح تبيها كذاب 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 وصادق يلا كذاب وصادق خلاص خلينا نروح خلينا نروح عيش 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 عادي يلا 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 جامل وصريح لا طفى خلاص جامل وصريح خلاص عشان ترجع يلا كذاب وصادق يلا يلا ما في والله عشانكم كذاب يا ولد انت صاحي وش اللي كذاب مغرور ترى مغرور ترى نفسها ما لا دخل خلاص مجامل وصريح حتى تحكم بلساني ها العيال ما فهم اللعبه والله والله انا ما فهمت ايش اسوي خلتوني اجاوب غصب من اليوم يلا كذاب وصريح يلا يرجع يلا يرجع ما لنا وقت اجاوب انا مجامل صريح لا من مسر يلا مجامل صريح انا مو ترى ترى من ذا الزمن كذب ترى جيد انا مو على احمد مجامل صريح روح يلا مجامل صريح يلا مجامل الصريح مجامل وصريح المجامل وليد الصريح فهد مجامل مجامل اللي يحب يجامل كذا هذا خلص يا ولد ما في وقت تدري المجاملات حلوه بعد الحين والله وليد انطبع صريح ايوه صريح مجامل صريح حرف هلا سعيد حرف حرقهم راكان مجامل صريح مسلط صريح مجامل راقي مجامل صريح سعد صريح مجامل يسرح بلعبتين يسرحكم بلعب عبد العوض لا تلعبتين انت كذا اي عبد العوض طيب من اللي في بالك صريح من الجامل من اللي في بالك صريح من ها هذا يتوفر هذا اللي ما قلت عليه ما في شيء حق له حق له شكرا لكم كانت لعبه جميله جدا شكرا لكم خسرنا هذا كان درس خسرنا نص احبابنا هذا درس ما في غيره يلا 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 طلع اطلع اقوم طلع يلا 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 بيوت هذا